قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. ما معنى الحديث؟ وهل خرج؟ لا، ما خرج هذا الرجل. اختلف أهل العلم في معنى قوله يسوق الناس بعصاه. بعضهم قال يسوق الناس بعصاه كما تساق الغنم، يعني يدل على أنه رحيم، يأخذهم بهدوء كما تؤخذ الغنم، يعني من عدله وإنصافه ورحمته. وبعضهم لا، يسوق الناس بعصاه إيش؟ يجلدهم من الضرب. فيحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين، يحتمل يسوق الناس بعصاه كما تساق الغنم يعني بهدوء ولين، ويحتمل يسوق الناس بعصاه أي يضربهم وهذا، ولكنه لم يخرج بعد، والعلم عند الله تبارك وتعالى.